على التقدير المهم ده، ومبسوط جدا ان انا بتكرم في وسط كل زمايلي واساتذتي الكبار جدا جدا، وسعيد جدا بالجائزه، وبحب اهديها للاستاذ ريمون مهار منتج مسلسل الطوفان، استاذ محمد محمود عبد العزيز، شركه فنون مصر، الشركه القويه جدا 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 المبهره اللي دايما بتقدم لنا اعمال ونجوم متميزين. وانا سعيد جدا 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 باشتراكي في مسلسل الطوفان اللي كان بيضم 22 نجم ونجمه في عمل واحد. انا سعيد ان انا كنت احد المشاركين في وسط النجوم دولت، وبحب ادي كمان الجايزه لكل زمايلي واصدقائي اللي كانوا معايا في المسلسل، والمخرج خالد شعره، واحب اهديها لمراتي اللي دايما سند ليا وضهر ليا.